بس اقول للناس عشان هم الناس يعني ممكن تكون غير متذكره، معلش انا كاتبهم لان هم كتير قوي. لا طبعا، اتفضل. نادي الزمالك خد الدوري العام في عهد مرتضى منصور 2015 2019 2020 2021 2022، خد كاس مصر 2015، طبعا انا شايل الولايه الاولى المرتضى اللي هي كانت في 2005، ايوه يعني دول انا شايل مش هحسبهم. خد السوبر المصري سنة 2022، خد سوبر دوري المحترفين سنة 2022، خد 4 دوري أفريقيا 2015 و2017 و2018 و2019، ما خد شاء الله. 2 كأس كؤوس الأفريقية سنة 2016 وسنة 2022، خد 3 سوبر أفريقي 2018 و2019 و2021، خد خامس العالم مرتين في كأس العالم للأندية. دي البطولات الرسمية، طبعا في بطولات ودية لكن لا أنا ما مش شاء الله، هحسب. ده حاجات كتيرة جدا. ما شاء الله، فإحنا بنتكلم على 17 بطولة رسمية. وأنا شايل 2005، يعني هعتبر مرتضى منصور ابتدى 2014. ده حاجات كتيرة 2013 على طول اللي هي السنة اللي قبليها كان الزمالك بينزل درجة تانية. يعني مهم برضه إن أنت تعرف أنا طبعا. استلمت إزاي وبعيد وكملت فين؟ إزاي. زي ما بيقولوا يعني الذكرى بتنفع المؤمنين، التذكرة بتنفع المؤمنين، فأنا حبيت أذكر الناس إن في 17 بطولة في أقل من 10 في 9 سنوات. أكيد عندك فريق محترم طبعا اللي رجعه مرتضى منصور، كان الفريق ده كله طفش وانتقل لأندية تانية، وأنا أفتكر كويس وكابتن حمادة عباية شاهد على العصر. هاي كان الزمالك بيلاعب نادي اصحاب الجياد لو اتغلب منه هينزل درجه تانيه، لو كسبه هيفضل في الدوري الممتاز، وكسبناه بصعوبه. فده انا بكلمك بس عشان الايه الحمله التشويقيه، ان مجلس اداره مرتضى وخربوا النادي وكده. لا بس حضرتك، انت حضرتك مش مدرك، بقول لك 17 البطولة بطوله ده في رقم 9 كبير سنين. جدا جدا. يعني اذا ما كانش اذى، يعني انا حبيت اقول لك بس اللي انت حصرته يعني. يعني يعني حصرته، محتاج تقريبا في اذى من كده، لكن الارقام مش عندي.